والله الحمد لله. اول حاجه بشكر ربنا سبحانه وتعالى على الجون طبعا، وبصراحه انا احساس رائع يعني. انا مبسوط طبعا، ومبسوط من الفرقه ما شاء الله ما شاء الله عليهم، ربنا يحميهم دايما الحمد لله. انا من اول يوم دخلت في النادي الاهلي وانا عارف، يعني عارف ان اللعيبه رجاله، وعارف ان هم على قد المسؤوليه، وحابب اشكرهم، وحابب اشكر الجمهور اللي في ظهرنا والجهاز الفني ومجلس الاداره. مشاركتي طبعا في كاس العالم للانديه حاجه جميله جدا، اي حد بيتمنى يكون بيلعب كاس العالم. شعور بصراحه الواحد فخور الحمد لله ان ربنا بيديله حاجه زي دي الحمد لله، وان شاء الله نقدر نسعد النادي والجمهور ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. احنا الحمد لله من اول يوم جينا هنا السعوديه واحنا مركزين، ما شاء الله اللعيبه كلها مركزه، مفيش حد فيهم بيأثر بنقطة عرق، سواء اللي لعب أو ما لعبش أو اللي كان بره السكور خالص. أنا شايف بصراحة الروح هنا حلوة، واللعيبة كلها بتحب بعض، وكلنا إحنا جايين عشان نحقق هدف إن شاء الله. الماتش أكيد صعب، بنلعب بفرقة كبيرة زي نادي الاتحاد. اتحاد جدة فرقة ما شاء الله يعني كويسة ولها اسم برضه. احنا مركزين من اول الماتش ومستعدين، وكل واحد فينا مستعد، والحمد لله قدرنا نفرح النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. مستر كولر على طول دايما في ظهري، على طول دايما بيحفزني. من اول يوم دخلت في النادي دايما يقول لي ما تشغلش بالك بحاجه، خليك مركز في الملعب بس واحنا في ظهرك. وبصراحه يعني مش هو الوحيد بس اللي في ظهري، اللعيبه كلها، النادي كله في ظهري الحمد لله. الواحد مهما يتكلم على جمهور النادي الاهلي طبعا مش عارف يديله حقه، كلنا على قلب راجل واحد، وان شاء الله نركز في الماتش الجاي باذن الله، ونقدر نسعد جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي والجهاز الفني ان شاء الله، واللعيبه برده لازم نبسط ان شاء الله باذن الله. انا واثق في اللعيبه، واثق في الجهاز الفني، واثق فيهم كلهم، وبالذات اللعيبه. انا عارف ان مفيش حد فيهم بيبخل بنقطه عرق، وان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره الجايه باذن الله. طموحاتي مع النادي الاهلي ان احنا نكسب كل حاجه، وانا يعني من ساعه ما دخلت النادي وانا عارف النادي الاهلي، وانا عارف ان اللعيبه والجمهور والنادي وكل حاجه في النادي، احنا النادي الاهلي بننافس على كل حاجه، وان شاء الله نقدر نسعد نفسنا ونسعد الجمهور ان شاء الله اللي دايما في ظهرنا. لا شعور بصراحه اي لعيب يتمنى ان هو يشارك في كاس العالم للانديه، احساس مختلف طبعا، اجواء كل حاجه مختلفه عن اي بطوله تانية بصراحه. يمكن انا اول مشاركه ليا، انا حاسس بفرق كبير طبعا، وان شاء الله باذن الله ما اكونش اخر مشاركه باذن الله مع النادي الاهلي. انا شايف ان الراجل ما بيفرقش بين اللعيبه كلها عنده واحد هو، بس لما بيبقى في تحفيزه او في حاجه بيقعد يتكلم معانا، يتكلم مع اللعيبه، هو دايما قريب من اللعيبه جدا، واللعيبه دايما برضو قريبه منه. راجل بصراحه يعني مش مقصر في حاجه يعني. لسه انا عندي كتير، وانا عارف وعارف بامكانياتي، ولسه ما عملتش حاجه ان شاء الله، وان شاء الله اقدر باذن الله ان شاء الله اقدر اسعد النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي باذن الله الفتره الجايه. مستر كولر هو اللي شايف، هو اللي بيقرر، احنا علينا ان احنا بنسمع وبننزل نادي اللي هو بيطلبه مننا في الملعب. لا فعلا ما بدأش طبعا من القعده على الدكه خالص. انا هو الراجل شايف، بيشوف سيستم لعب، بيشوف نظام اللعب هيبقى عامل ازاي النهارده. الراجل بيبقى عايزني ان انا ببقى موجود، ببقى جاهز، مش عايزني بكون معاه على الدكه. كلنا كده يعني، مش امام بس لوحده. الماتش الاسماعيلي كانت اصابه قويه شويه، رغم الناس طلعت قال لك لا ده مش مصاب، والحمد لله يعني ربنا بيدي لكل واحد على قد نيته. هي خدت فتره شويه في الاصابه، بس الحمد لله ان شاء الله مع الوقت اقدر ارجع، يعني ان شاء الله اقدر ارجع مستواي تاني باذن الله. لا طبعا انا مهما اتكلم على اللعيبه دي مش عارف اديها حقها، من ساعه ما دخلت النادي الاهلي، وبصراحه اللعيبه كلها في ظهري، وبالاخص طبعا يعني الناس شايفه كتير كهربا طبعا، معظم اللعيبه دايما كلها في ظهري في اي حاجه معايا، بيقولوا لي ده غلط ده صح. مش عيب ان الواحد يتعلم من الاكبر منه طبعا. انا يعني انا حابب ان انا اشكرهم، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله اقدر اساعدهم في اللي جاي باذن الله. انا بنزل الملعب بركز في تمريني، بركز في الماتش، غير كده برمي اي حاجه ورا ظهري، ما بركزش الا في تمريني وماتشي وسيبها لله.